مرحبا، معكم إيهاب حسون، Telecommunication and Network Engineer. اليوم حيكون Tutorial Number 13 لألنا في CST Computer Simulation Technology. حنتعلم كيف نعمل Export لAntenna.Set Format ونعمل له Import على HFSS. فلنعتبر نحن معنا هذا الباتش، لحفوت أنا على Modeling بالModeling Export وImport بالExport 3D File لحامله .Set. بيطلع معنا لحطه أنا على Desktop، بترك الدوت سيت وحطه انا باتش، نعمل له سيف. هلا منروح على ال HFSS نعمل بالمودلر امبورت، بنلاحظ بنحط على الديسكتوب، بنزل لنلاقي الباتش، طيب باتش دوت سيت اوبن، بنلاحظ خلع عندي الباتش بال HFSS، وهيك انا خلق عندي الباتش هون، ونقدر نعدل عليه ونعمل يلي بدنا اياه في الفا سيميليتور. ثانك يو فور واتشينج، بتمنى يلي استفاد من هالفيديو يعمل لايك سبسكرايب لماي شانل.